وعلى الفرد على الأمة عن مجتمع أكثر من عن الأمة. وإلزام المقلدين أن يتبعون هذه الفتاوى أو الحكم العامة. لكن أعتقد هو أثناء لقاءاته ويا بروفيسور عبد العزيز ساشدينا أخذ موقف ضد تدخل رجال الدين مباشرة بالعملية السياسية. يعني ما يأخذوا مواقع سياسية ولا يدخلون تنفيذية ولا حتى تشريعية. ما كان؟ أي ما كان. هاي حسب لكن لاحقا قال الأستاذ عبد العزيز. أنا أعتقد ربما هاي الدراسة الوحيدة الموجودة. مو لاحقا زج برجالاته في العمل التشريعي على الأقل فيما يخص كتابة الدستور في الجامعة. ما أعتقد، ربما هم فسروها بالطريقة اللي يريدوها. ليش سيد أحمد الصافي ما كان مثلا تابع؟ إيه لكن ربما الجمعية الوطنية كان شوية تختلف عن باقي، يعني كان بها دور محصور لجانب الدستور. سأتي وأتحدث معك في اللجنة السداسية أيضا في الائتلاف. فنظرية أنه الولاية على المجتمع، وهي لا نظرية السيد الخوي ولا نظرية السيد الخميني. نظرية ثالثة. وأعتقد هاي مع مرور الزمن، خاصة بعد فتوى الجهاد الكفائي، تبين صحيح بأن هو هذا موقفه، بأن يريد دور للمرجع بالإرشاد العام ومنع أي ضرر من طرف قرارات حكومية أو من الحكومة غير ناضجة أو مضرة للمجتمع.